بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة وفي أقسام التوكيد. القسم الأخير من أقسام التوكيد، القسم 28، التعليل والعلة. تعرفها إيه؟ وصف ظاهر منضبط ينبني على وجوده الحكم وعلى غيابه زوال الحكم. دي تعريف العلة، وصف ظاهر منضبط ينبني على وجوده الحكم وينبني على غيابه رفع زوال الحكم. الحكمة وصف غير منضبط لا ينبني على وجوده الحكم. يبقى في فرق بين الحكمة والعلة. العلة موجودة يبقى الحكم موجود، العلة مش موجودة الحكم ارتفع. لكن الحكمة قد توجد وقد لا توجد، يعني قد توجد معلومة وقد تكون غير معلومة، والحكم يفضل مستمر. فهمت بقى ازاي؟ ربنا مثلا قال لنا نغسل الإناء عن طريق رسول، يعني نغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات. طب مش معنى 7؟ ليه ما خلاها 6؟ طب وليه بحدونا بالتراب؟ يعني نجاسة غريبة قوي، درجة ان المكي قالوا دي مش العلة، نجاسة بقى. ده تعدد الغسل ده مش علشان نجاسة، ده اكيد العلة تعبدية غير معلومة، وبالتالي في حكمة غير معلومة. فهمت ازاي؟ فطالما غير معلومة يبقى الحكمة غير معلومة، لكن العلة بيبقى منصوصة ووصف منضبط. لكن العلة قد توجد وقد لا توجد، يعني قد تعلم وقد لا تعلم. ليه الظهر 4 ركعات؟ ليه ما خلاهاش مثلا 6 ركعات او 5 او ركعتين؟ الناس بتبقى في وسط شغلها يصلوا ركعتين ويمشي على طول بسرعه عشان عندهم شغل. ليه يعني 4؟ يعني ما نعرفش، هي كده. فهمت بقى ازاي؟ لا تخلو من حكمه قد لا، لكن ممكن ما نعرفهاش، لكن العله لابد يبقى منصوص عليها. فهمت بقى ازاي؟ معلومه. ده الفرق بين الحكمه والعله. العلة وصف منضبط أقدر إن أنا أدور عليه في كل حتة، فكل ما أجيب الحكم بتاعه على طول. زي مثلا نقول إن الخمر العلة في تحريمها الإسكار، يبقى أي حاجة تسكر غير الخمر بقى فيها العلة، تاخد حكم الخمر حرام. فهمت بقى زي؟ فالإسكار وصف منضبط. لكن قصر الصلاة في السفر هل هو للمشقة ولا من أجل التخفيف؟ المشقة غير منضبطة، ما يشق عليك قد لا يشق على غيرك. فهمت؟ وانت شباب لا يشق عليك، وانت مريض يشق عليك السفر. يبقى ده وصف غير منضبط، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ووسائل السفر نفسه. فلو ربطناها بالحكمة اللي هو الوصف الغير منضبط اللي هي المشقة، واخد بالك ازاي؟ مش هنعرف ننفذ القصر امتى ومننفذوش امتى. فربطها الفقهاء بالمسافة، قال لك اذا كانت المسافة 4 مراحل يعني حوالي 85 كيلو. فهمت ازاي؟ يبقى دي وصف منضبط. 85 دي ما بيش هيتغيروا في شبابك او كبرك، في مرضك او في عافيتك، فده وصف منضبط. يبقى القصر علته المسافة، وجدت المسافة وجد حل القصر أو وجوبه عند الأحناف. واخد بالك؟
ان لم توجد المسافه مالناش دعوه، حتى لو في مشقه. افرض انا هسافر 20 كيلو لكن عندي مشقه برضه ما اقصرش. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى العله وصف ظاهر منضبط لا يتغير باختلاف الاشخاص ولا الاحوال كالمسافات والاوزان والحاجات دي كلها. فهمت ازاي؟ لكن الحكمه وصف غير منضبط. ليه؟ قد يوجد وقد لا يوجد، وقد يوجد ويوجد معه غيره. فهمت بقى؟ فهنا بقى نشوف بقى التعليل بأن يذكر الشيء معللا. لا شك ان لما يذكر لك الشيء معلل ده نوع من انواع التوكيد على الحكم، لان الانسان طبيعته لما يعرف علة الشيء يقوم ايه؟ ينقض له. فهمت؟ اما اقول لك اجري تقول لك اجري ليه؟ عشان خلاص مستعجلين القطر هيمشي، يقوم يجري على طول. اول ما يعرف العله يجري على طول. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تملي العله تدفعك الى الانقياد للحكم. فهمت؟ بان يذكر الشيء معللا فانه ابلغ من ذكره بلا عله لوجهين. ايه الوجهين بقى؟ احدهما ان العله المنصوصه قاضيه بعموم المعلول، يعني تعم الحكم في كل حيثما وجدت، ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس في العلة المنصوصة. يعني الظاهرية عندهم القياس ليس حجة إلا لو كانت العلة منصوصة عليها، نص عليها الشارع. عشان كده عندهم في الربا الأجناس الربوية لا تتعدى إلا الست أصناف اللي قالهم النبي بس، لا يقاس عليها شيء. يجي الملكية يقول لك المقتطر المدخر ده جنس ربوي، يجي الشافعي يقول لك كل مطعوم جنس ربوي، يجي لك الأحناف يقول لك كل مكيل وموزون ده جنس ربوي، الظاهرية يقول لك ايه؟ احنا ما نعرفش أصلا العلة في الربا ايه؟ النبي قال ايه؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الزبيب بالزبيب، الملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإن اختلفوا فبيعوا كيف ما شئتوا. يبقى نص على ايه؟ على الأصناف دي. ما اسهاش بقى، ما قالش رز. النبي قال رز؟ ما قالش رز. فهمت بقى ازاي؟ النبي قال مثلا فول؟ ما قالش فول. قال عدس؟ ما قالش عدس. يبقى ما اسهاش على حاجة. ده رأي مين؟ الظاهرية. وعلى فكرة رأيهم ده يوسع الأمة. واخد بالك؟ ورجحه سيدي محي الدين ابن عرب، قال لأن الشارع لا يحب أن يكثر الأحكام على المكلفين بل جاء بالتخفيف، فإذا قست فقد إيه؟ عممت أحكام على أشياء لم ينص عليها الشارع، فكلفت الناس بما لم يكلفهم الشارع. ده رأي مين؟ سيدي محي الدين بيعلل لمذهب الظاهرية. فهمت بقى إزاي؟ لكن الشافعي قالوا لا، ده النبي ادانا هنا ايه؟ امثله للمطعوم، يعني معناه كل مطعوم، مطعوم ادمي. يبقى ايه؟ يبقى طالما العله مش منصوصه الظاهريه يقول لك ايه؟ ما عندناش قياس في الاحكام. واضح؟ طالما العله مش، لكن لو منصوصه خلاص بقى نقيس عليه. واضح؟ لكن طبعا رأي الجمهور هو الأرجح، إن احنا إيه؟ لما تبقى العلة غير منصوصة لكنها مستشفة من النص ومتفقة عقلا عليها، فلا بأس إنك أنت تعمم الحكم، لأن النبي علم الصحابة على القياس. جاءه واحد يقول له هل القبلة تفطر يا رسول الله للصائم؟ قالوا أفرأيت إن تمضمضت أفطرت؟ قال لا. قال كذاك القبلة، المضمضة مقدم الشرب والقبلة مقدم الجماع، الشرب يفطر مقدمته لا تفطر. واضح؟ بأسهله على كده، علمه القياس، وبالتالي يبقى الجماع يفطر مقدمته لا تفطر. شفت بقى علمه القياس ازاي؟ يبقى النبي علمنا القياس. فهمت بقى ازاي؟ يبقى احدهما ان العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول، ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس في العلة المنصوصة. الثاني أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة،
يعني بيبقى في دافع انك انت ايه تنقل الحكم المعلل وتعلمه لغيرك وتنفذه، لانه بقى في ايه في دافع انك انت تستعمل. اقول لك مثلا خد الدواء ده، تقول لي هو الدواء ده كويس للمرض يا دكتور؟ تقول له اه، يروح واخده. لو الدكتور قال لك والله هو تأثيره ضعيف، هتاخده ترميه، مش هترضى ايه تاخده. لكن لما يعلل لك حاجة ده يدفعك انك انت ايه تعمل. يبقى ان النفوس تنبعث الى نقل الاحكام المعللة بخلاف غيرها، وغالب التعليل في القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الاولى، وهو سؤال عن العلم. هو منه وما أبرئ نفسي، ليه لا تبرئ نفسك؟ لأن النفس أمارة بالسوء. فهمت إزاي؟ فراح معللها بإن النفس لأمارة بالسوء. فهمت إزاي؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. ليه نتقي ربنا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عشان تعمل حساب الساعة لما تروح في داهية. فهمت بقى ازاي؟ طالما في بعث ونشور يبقى لازم بقى تتقي ربك. فهمت؟ يبقى ايه لما قال ايه ان زلزله الساعه شيء عظيم عله للامر بالتقوى. فهمت بقى؟ ان صلاتك سكن لهم، عله لايه؟ لقول الله للنبي وصلي عليه، لان صلاتك سكن لهم. واضح؟ دوم ده يبقى دافع للنبي لما يعرف ان صلاته مفيدة لأمته ان يصلي عليهم ويدعي لهم. واضح؟ وتوضيح التعليل ان الفاء السببية لو وضعت مكان ان لحسنة، يعني ان النفس لأمارة بسوء. لو شلت ان حطيت فاء، فالنفس أمارة بسوء، تمشي المعنى ماشي. وما أبرئ نفسي، فالنفس أمارة بسوء. والطرق الدالة على العلة أنواع بقى. إيه الطرق الدالة على العلة من حيث النصوص، من حيث أما تيجي تقرأ كده، إيه بقى العلامات اللي تشوفها في النص تعرف إن ده علة؟ الأول والتاني هنقراهم النهاردة ونأجل الباقيين. يبقى إيه النوع الأول؟ التصريح بلفظ إيه؟ الحكمة، كقوله تعالى حكمة بالغة. حكمة بالغة، كون ربك سبحانه وتعالى يذكر لك أحوال الأمم السابقة وعندما كذبت هلكت، فهذا حكمة بالغة لإيه؟ ليجعل أن علة الإهلاك هو الكفر بالله. فإن أردت أن تهرب من الإيه؟ من الهلاك، عليك الإيمان بالله. فهذه حكمة بالغة واضحة، وهي ارتباط إهلاك الأمم بكفر الأمم. فهمت إزاي؟ ما أهلكهم إلا لكفره. فهم؟ وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة اللي هي العلم النافع والعمل الصالح. الثاني، يبقى أول حاجة للدلالة على الحكمة إنها مصرحة، صرح إن دي حكمته. الثاني أنه فعل كذا لكذا، يعني عمل كده لأجل كذا. طالما يقول لك لأجل كذا يبقى دي علته، أو أمر بكذا لكذا، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك يعني ما سبق، بيعلل ذكر الآيات السابقة لتعلموا إيه؟ أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض. وقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهمت بقى؟ يبقى علة إتقان السماوات والأرض والخلق ده كله عشان لما تنظر فيها يا عاقل تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علم. كأن الله خلق الأكوان لنا لنعلم إيه قدرته وتدبيره فنعبده، وخلقنا له لعبادته. خلق الأكوان لنا لنعلم، وخلقنا لنعبد.
فهمت؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شفت بقى؟ وخلق السماوات والارض وايه؟ ودبر الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. فهمت؟ جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فإن قيل اللام فيه للعاقبة، أحيانا نقول اللام للتعليل وساعات تبقى اللام للعاقبة. فهمت؟ كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهي ليكون يعني في المستقبل. وقوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، وإنما قلنا ذلك لأن أفعال الله تعالى لا تعلل. هم قالوا بس اللام هنا للعاقبة، ما قالوش للعلة، عشان ما يصحش نجعل إن أعمال الله وأفعاله مرتبطة بالعلة وكأن العلة بتلزم الله على الفعل، فهذا لا يليق. الله يفعل ما يشاء. فهمت بقى ازاي؟ فعلشان ايه يهربوا من الحته دي وما يبقاش فيه اساءة ادب، فقال لك ايه؟ قال لك دي لام العاقبه بدل ما يسميها لام العله، لان العله لا تنفك عن المعلول بل تؤدي الى المعلول ايه؟ اداء ايه؟ عقلي، ارتباط لا ينفكان، وكأن العله تسوق الله الى الفعل. هو مش عايز يعلمك كده. الله لا يسوقه شيء، الله يفعل ما يشاء، ما يريد، لا يسأل عما يفعل، يخلق ما يشاء ويختار. لكن ايه؟ لحكمته الحكمة والعلة تسير مطابقة لفعله لا دافعة لفعله. فهمت بقى ازاي؟ ادي كلام ايه؟ المؤدبين، الناس المؤدبة، بخلاف المعتزلة. المعتزلة الواجب على الله عقلا ان يفعل الاشياء معللة، واجب عقلا لأنه هو مدبر حكيم والحكمة لا تنفك، وبالتالي يجب الحكمة، وكأن جعلوا الحكمة تسوق إيه؟ فعل الله، وهذا لا يليق. فهمت بقى؟ لكن أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا الحكمة توافق فعله ولا تكون دافعا لفعله. فهمت بقى إزاي؟ حاجات دقيقة تاخد بالك منها. فالجواب أن معنى قولنا إن أفعال الله تعالى لا تعلل يعني أي لا تجب، يعني لا توجب العلة فعل الله، لأنه لا يوجب الله، لا يجب على الله فعل شيء، لأنه يفعل ما شاء ويختار. واضح؟ طبعا تكتب فيها خلافا لمين؟ للمعتزلة. ولكنها لا تخلو عن الحكمة، يعني تملي الحكمة بتجري وراء فعل الله، مش فعل الله بيجري وراء الحكمة. فهمت بقى ازاي؟ يعني فعل الله ماشي والحكمه بتلهث خلفه. فهمت بقى ازاي؟ تبقى ايه؟ ماشيه معي. لكن بخلاف المعتزله قالوا لا، ده الايه؟ فعل الله يلهث خلف الحكمه. شفت بقى العكس؟ شفت العكس بقى؟ عشان تعرف بس الدقه اللي بين المعتزله وبين تفكير ايه؟ أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله عنهم وأرضاهم. واخد بالك؟ ولو كره الكارهون. عارف مين الكارهون؟ هم لو فهموا علمك المذهب الأشعري مش هيعترضوا عليه، هم أصلا جهلة، هم لم يدرسوا المذهب الأشعري أصلا، هم لو درسوه هيبقوا أشعرية. هم مين دول؟ الوهابية. احنا نتكسف منهم؟ ما احنا عارفينهم، كل يوم بنحذر منهم لأنهم أصبحوا رمز للجهل في هذا الزمان في وسط الأمة. فوجبت إيه؟ وجب التنبيه. فالجواب أن معنى قولنا أن أفعال الله تعالى لا تعلل أي لا تجب، يعني لا توجب العلة فعل الله. أدي معناه.
ولكنها لا تخلو عن الحكمة، لكن الحكمة إيه؟ توافق فعل الله لا ينفكان. وقد أجاب الملائكة عن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. طب ما هو الملائكة هم عارفين ربهم لأنهم معصومين وعلماء وسألوا ربنا عن الحكمة. فهمت بقى إزاي؟ دليل أنهم عارفين أن فعل الله لا يخلو من حكمة، فغابت عنهم حكمة خلق آدم، فبيقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. انقادوا ولو لم تعلموا الحكمة يا ملائكة، تسليما لأمري، لأن الحكمة توافق فعلي علمتوها أو لم تعلموها. فهمت بقى؟ ولو كان فعله سبحانه مجردا عن الحكم والغايات، عن الحكم والغايات، عن الحكم والغايات، لم يسأل الملائكة عن حكمته، ولم يصح الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح. وفرق بين العلم والحكمة، ولأن لام العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة، كقوله فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيل في حقه، وإنما اللام الواردة في أحكام وأفعال لام الحكمة والغاية المطلوبة من الحكمة. ثم قوله ليكون لهم عدوا وحزنا هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره لهم، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، وذكر فعله دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم. قاعدة تفسيرية، حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل فله وجهان، أحدهما أن يكون تعليلا معلله محذوف، كقوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فالمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك. الثاني أن يكون معطوفا على علة أخرى مضمرة ليظهر صحة العطف، كقوله تعالى أصل الواو واو العطف لما يجيبها مع علامة التعليل كأنه بيعطف علة على علة، وقد تكون العلة غير مذكورة لكن تكون مقدرة معلومة بإيه؟ بالسياق. فهمت؟ كقوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى. التقدير ليستدل بها، يعني يستدل بالخلق السماوات والأرض على الجزاء والإيه؟ والحساب والمسؤولية، ليستدل بها المكلف على قدرته تعالى ولتجزى. وقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، التقدير ليتصرف فيها ولنعلمه. والفرق بين الوجهين أنه في الأول عطف جملة على جملة، وفي الثاني عطف مفرد على مفرد، وقد يحتملها الكلام كقوله تعالى ولنجعلك آية للناس، فالتقدير على الأول ولنجعله آية فعلنا ذلك، وعلى الثاني الأول اللي هي جملة يعني، وعلى الثاني اللي هي المفرد ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية. ويضطرد الوجهان في نظائره ويرجح كل واحد بحسب المقام، وحذف المعلل ها هنا أرجح، إذ لو فرض علة أخرى لم يكن بد من معلل محذوف وليس قبلها ما يصلح له. فإن قلت لما قدر المعلل مؤخرا، قلت فائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلة بالواو للاهتمام بشأن العلة المذكورة، لأنه إما أن يقدر علة أخرى ليعطف عليها، يقدر علة أخرى ليعطف عليها فيكون اختصاص ذكرها لكونها أهم، وإما أن يكون على تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر تقديمه بالاهتمام. ونقف على إيه؟ على الدلالة الثالثة على العلة اللي هي الثالث الإتيان بكي غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر غافل عن ذكري الغافلون.